مع حلول يوم المرأة العالمي 2021، أوجه أولا التحية لكل امرأة في العالم العربي من المحيط إلى الخليج، ولكن بهذا اليوم العالمي أود إطلاق نداء سيكون موضوع مراسلة نوجهها إلى أمين عام الأمم المتحدة حول الاهتمام الخاص الواجب علينا مع انتشار جائحة كورونا بالنساء والفتيات في أماكن النزوح واللجوء القسري، لأن المرأة بعامة لها وضع هش جدا مع انتشار جائحة كورونا، ولسنا في مجال استعراض العوامل المؤدية إلى ذلك، لكن ما يكشف أي استعراض للخطوات والتدابير المتخذة يبين لنا أن حلقة ضعيفة جدا تصبح أكثر هشاشة وأكثر ضعفا هي حلقة النساء والفتيات في أماكن النزوح واللجوء القسري. لذلك نحن نرى أولا أنه من الواجب علينا جميعا أن نضاعف الجهود على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمحلي، ولكن الباب مفتوح لاستصدار قرار جديد على مستوى مجلس الأمن يعالج مباشرة موضوع أوضاع النساء اللواتي عشن في أماكن النزوح واللجوء القسري، لأن أوضاعهن أصبحت أكثر ضعفا وأكثر هشاشة. هذا الموضوع يستوجب منا جميعا الوقوف عنده والسعي معا لكي نقوم بمبادرات وتدخلات يكون لها فعالية. وبالمناسبة أقول أنه علينا جميعا أن نضع الخطط وأن نقرنها برزنامة عمل، أي أن تكون هناك جدولة زمنية جدية، وفي نهاية كل حقبة أن نقوم بتقييم ما قمنا به لنعرف ماذا أنجزنا ولماذا لم ننجز أكثر وما هي العقبات، ونتعاون معا من أجل الوصول إلى فعالية أكبر في خدمة المرأة والفتاة في أماكن النزوح واللجوء القسري. في هذه المناسبة نرى أن استعمال آلية التقييم قد تكون مفيدة على المستوى المؤسسي في كل المؤسسات ذات الصلة بقضايا المرأة، لكي نتجاوز الوعود والالتزامات الشفوية وننتقل إلى الإنجازات، ونقيم كل فترة إنجازاتنا فنتوثب أكثر لنعمل أكثر في خدمة المرأة وخدمة المجتمعات، لأنه من خلال خدمة المرأة نخدم سائر الفئات في المجتمع. كل عام وأنتن بخير.